موجز لأهم الأنباء من أون لايف، أسعد الله أوقاتكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس على هامش مشاركتهما في القمة العربية العادية في دورتها 29 بالمملكة العربية السعودية، والمقرر انطلاقها غدا. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيسين بحثا آخر مستجدات القضية الفلسطينية فضلا عن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تطويرها في المجالات كافة. فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت مساء اليوم في إصدار قرار يدين الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع في سوريا. وقال المجلس في اجتماعه إنه يرفض مشروع قرار طرحته موسكو للتنديد بالضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية على الأراضي السورية. قال مندوب الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الهجوم الغربي على بلاده كان نتيجة لنجاح دمشق في هزيمة الجماعات الإرهابية بالغوطة الشرقية على حد وصفه. وقال في كلمة له أمام مجلس الأمن إن منظومة الدفاع الجوي السوري تصدت بنجاح للصواريخ الغربية، مشددا على أن بلاده لن تسمح لأي تدخل خارجي بأن يرسم مستقبلها. وزارة الدفاع الأمريكية بدورها أكدت نجاح ضرباتها في سوريا. وقال مدير هيئة الأركان الأمريكية العامة الجنرال كينيث ماكنزي إن الضربات دمرت 3 مواقع حيوية لإنتاج السلاح الكيماوي، وأضاف أنه تم استخدام البحر المتوسط ومنطقة الخليج العربي لإطلاق الصواريخ دون فاعلية من الدفاعات الجوية السورية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن أفعال الدول الغربية في سوريا غير مقبولة وغير قانونية. وخلال اجتماع مع مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي أكد لافروف أن الغرب لم يقدم أي أدلة على وقوع هجمات كيميائية في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية. وقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية، وقال في تصريحات للصحفيين من الدمام بالمملكة العربية السعودية إن الجميع لم يكن يرغب في أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المتداخلة في الأزمة وفي مقدمتها الحكومة السورية تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع. قراءة مستمرة حول تطورات الأوضاع مع رغدة منير بعد دقائق بإذن الله.